the electric force، القوة الكهربية. علشان نفهم القوة الكهربية فهم جيد، محتاجين نعرف بعض الأساسيات اللي احنا هنطرحها الآن. أول حاجة محتاجين نعرف يعني إيه فورس. بنقول إن الفورس عموما هي عبارة عن interaction، يعني هي تفاعل ما بين جسمين، سين أنا أقول ده واحد والجسم ده اتنين وليكن، هيحصل بينهم تجاذب أو هيحصل بينهم تنافر. الأكشن اللي بتحصل دي أو الانتراكشن اللي بيحصل بين واحد واتنين ده بنسميه فورس. طيب بما إن إحنا قلنا إن هو electric force، إذا هو depend on electric charge، هيعتمد على القوة الكهربية. يبقى إحنا هنا هنتكلم عن الإلكتريك فورس، يبقى محتاجين يكون في عندي إلكتريك تشارج ويكون في منهم انتراكشن. ده كلام جميل جدا. طيب احنا هنا محتاجين أيضا، في أنت عشان تتعامل مع أي قوة بقى مش شرط القوة الكهربية، محتاج تعرف عنها ثلاث حاجات هنقولها بصفة عامة، بعد كده هنتكلم عن القوة الكهربية. طيب يبقى احنا أي فورس أنت محتاج تعرفها، محتاج تعرف عنها ثلاث حاجات. أول حاجة الماجنتيود، تاني حاجة محتاج تعرفها الـ point of action، تالت حاجة محتاج تعرفها اللي هو الـ direction. يبقى احنا قلنا بما ان انت هتعرف الـ point of action ومنها هتعرف تحدد الـ direction. اول حاجة احنا قلنا عشان نعرف الـ magnitude ده بتاع الـ electric، قلنا إن العالم تشارلز كولوم نتيجة أبحاثه المتوسطة في المجال ده وصل إن القوة الكهربية ما بين شحنتين، سي أنا هسميهم وليكن Q1 وسي هسمي التانية Q2، بينهم distance مسافة R. ووجد عمليا إن القوة الكهربية دي ما بين الشحنتين، أول حاجة بتعتمد على مقدار الشحنة الأولى Q1، وأيضا بتعتمد على مقدار الشحنة Q2، تعتمد عليها وبتتناسب معاها تناسب طردي، يعني دايركت بروبولشن. يبقى احنا هنا هنقول ان الفورس اف از دايركتلي بروبورشنال مع الكيو اي 1 واز دايركتلي بروبورشنال مع الكيو 2. ووجد ان احنا كل ما نزود المسافه او نبعد المسافه بين الكيو 1 والكيو 2 القوه بتقل، بس هو ما لهاش طبعا بتتناسب تناسب طردي مع الار ولا تناسب عكسي مع الار، ولكن هو وجدها عمليا ان الاف بتتناسب تناسب عكسي مع الار سكوير. احنا هنا ما نقدرش نقول ان الاف بتتناسب تناسب عكسي او انفيرسلي بروبورشنال مع الايه، مع الار، لا ده مع الار سكوير. طبعا احنا اتعلمنا ان لو انا عندي علامه او التناسب ممكن يتكتب بالشكل ده، اقول ان الاف تتناسب مع الكيو 1 وبتتناسب مع الكيو 2 زي ما احنا قلنا ان هي دايركتلي بروبورشنال وبتتناسب عكسي مع الار سكوير. اتعلمنا ان لما يبقى شكل العلاقه بالشكل ده احنا ممكن نشيل علامه التناسب ونحط مكانها كونستنت زي ما القانون قدامي موضح بالشكل ده كده. قلنا ان الاف هتساوي الكي مضروبه في كيو 1 مضروبه في الكيو 2 مقسومه على الار سكوير. طبعا الكي ده كونستانت، الكونستانت ده بنسميه كولوم كونستانت، بيساوي 1 على 4 باي ايبسلون نود، حيث ان الايبسلون نود اللي هي له مقدار اللي هو موضح قدامي ان هو 8.8 في 10 اس ناقص 12 كولوم على نيوتن في المتر سكوير، بنسميها البيرميتيفيتي اوف فري سبيس. يبقى الابسلون هي البيرميتيفيتي اوف فري سبيس. لو احنا طبعا حطينا او عوضنا بالقيمه بتاعت الابسلون نود هنا هنوصل لقيمه الكي، هي هتساوي 8.9 تايمز 10 تو ذا باور 9 نيوتن متر سكوير كولوم سكوير. فممكن للتسهيل احيانا للتسهيل بنكتبها 9 في 10 اس 9 نيوتن في المتر سكوير على الكولوم سكوير. ومحتاجين نفهم او نعرف اليونتس بتاعت الكي ده فيه جيد. يبقى احنا هنا اول حاجة هنرجع لها زي ما احنا قلنا محتاجين نعرف ايه في الفورس الماجنتيود. يبقى احنا هنا هنعرف الماجنتيود اوف الكتريك فورس، او ممكن للتسهيل نكتبها اف فقط، او لو كتبناها اف ايه هتبقى افضل عشان نميزها عن باقي القوى اللي احنا هنتعامل معاها بعد كده. الماجنتيود بتاع الالكتريك فورس قلنا هنعمل ايه، قلنا هتساوي الاف هتساوي الاف اي هتساوي الكي مضروبه في الكيو 1 مضروبه في الكيو 2 مقسومه على الار سكوير. طيب لو احنا لاحظنا في القانون هنلاقي في علامه المقياس اللي موجود هنا،
معناها ايه المقياس ده او المودلس ده؟ معناها ان سي لو انا عندي تشارج مثلا Q1 هتساوي مو بلس او بوزيتيف 3 والQ2 هتساوي نيجاتيف 2 وليكن. انا عايز اجيب مقدار القوة، هل انا هاجي اقول بقى ان الاف هتساوي وبينهم سي مسافة وليكن 4 متر مثلا، هاجي اقول القوة هتساوي كي Q1 Q2 divided by الار سكوير. طب نيجي نحسب القوة هنا كمثال توضيحي مثلا، نيجي هنا نقول هتساوي الاف هتساوي الكي بكام؟ عارفين ان هي 9 × 10^9. طيب الQ1 بتساوي كام؟ موجب 3، بنقول موجب 3 مضروبة في الQ2 بكام؟ بنيجاتيف 2 مقسوم على الكام؟ على الأربعة سكوير. طب ايه ده، ده صح؟ لا طبعا، المفروض انا هنا او لو انا حطيت الاتنين بالشكل ده كده، لا طبعا ده كلام مش مظبوط، لان انا قايل لك القانون انت هتحط المودلس، المودلس يعني هتحط القيمة الموجبة للتشارج، يبقى نحط الموجب 3 نحطها موجب 3، والنيجاتيف 2 او الناقص 2 هنحطها بموجب 2 أيضا. تمام، يبقى هنا لما تيجي تعوض القوة يبقى هتضرب 9 × 10^9 مضروبة في 3 مضروبة في موجب 2 مقسومة على الأربعة تربيع، ما تحطش نيجاتيف 2. يبقى الماجنتيود هنحسب الابسوليوت فاليو لمقدار القوة اللي هو القيمة المطلقة، القيمة الموجبة لمقدار القوة. تمام، يبقى ده الماجنتيود. يبقى اول حاجه فهمناها هنا الماجنتيود. تاني حاجه البوينت اوف اكشن. البوينت اوف اكشن احنا بنسميها نقطه عمل القوه، واحنا ايضا عشان نوضح الكلام ده لازم هنرسم التشارج واحد والتشارج اتنين، بس هنا انا هقول ده بوزيتيف وده نيجاتيف. طبعا الكلام اللي بنقوله احنا فاهمين ان امتى يحصل اتراكشن وامتى يحصل ريبالشن، احنا بنقول مثال توضيحي فقط. طب علشان نفهم نقطه عمل القوه، قلنا انا عندي هنا في المثال اللي قدامي ده الموجب والسالب اللي هو البوزيتيف والنيجاتيف هيحصل بينهم ايه؟ قلنا هيحصل بينهم اتراكشن، يعني الجسم واحد هيجذب الجسم اتنين ناحيته، والجسم اتنين هيجذب الجسم واحد ناحيته. تمام، اذا في قوتين مختلفتين هنا، مش معنى ان هو اتراكشن او الجسمين بيؤثروا على بعضهم معناها ان القوة واحدة، لا طبعا. هنا في عندي طالما في هنا سهمين او زي ما انا رسمت، اذا في قوتين. طيب ازاي نميز القوة عن بعض؟ قلنا احنا بنستخدم المصطلح ده، انا سي هقول F12، قلنا F12 ده طبعا مش دي مش F12، لا ده F12 معناها ايه بقى؟ ده دايما بتقرأ بالشكل ده F12 معناها ايه؟ هقول the force of object one on two، يعني القوة اللي بيعملها الجسم واحد على الجسم اتنين. يبقى المفروض مين اللي هيتأثر؟ الجسم اتنين، يعني احنا القوة قلنا على اتنين، يبقى F12 هي نقطة أو هي قوة الجسم واحد على الجسم اتنين. نقطة عملها فين بقى؟ البوينت اوف اكشن بتبقى عند الجسم اتنين اللي هو بعد الأون. يبقى هنا السهم ده بتاع مين؟ F12 ولا F21؟ لا هيبقى F12. طيب لو أنا سألتك بقى F21 ده معناها ايه؟ قول قبل ما نكتب، هي the force of object كام على كام؟ 2 on 1. طب نقطة عملها هتبقى فين يا جماعة؟ هتبقى على الايه المذكور بعد ايه؟ بعد الحرف on. يبقى هنا ده نوع ال point of action. طب احنا قلنا هي عبارة عن ايه؟ عن attraction، هتبقى بتتحرك في الاتجاه ده. طيب يبقى السهم لا يشير إلى F12 ولا F21، هيبقى F21. يبقى دائما اللي هو المذكور أخيرا اللي هو مثلا ده بيكون ده عنده الـ Point of Action، ودايما مهمة جدا جدا في حل المسائل، هنشوفها لما نوصل إلى المسائل. يبقى اللي احنا اتكلمنا عليه النهاردة ده اللي هو أو دلوقتي اللي هو ده الـ Point of إيه؟ of Action اللي هو إيه؟ نقطة عمل القوة. الحاجة التالتة اللي احنا محتاجين نعرفها اللي هو الدايركشن اللي هو الاتجاه. طبعا بما في المثال اللي فوق ده، بما ان انا وضحت البوينت اوف اكشن بتاعت القوة، طبعا يبقى اذا عرفت مكان القوة فين وعرفت السهم طبعا اللي هو بيحدد لي اتجاه القوة. طيب احنا طبعا عشان نعرف الدايركشن ممكن نقول للشمال to the right اللي هو لليمين، او to the left للشمال، او up او down. ده طبعا ينفع، بس ولكن احنا علشان
نتعامل بقى كلام علمي، قلنا هنتفق على الآتي إن إحنا هنعمل الاتجاهات الأربعة دي، طبعا هما ستة لو إحنا هنتكلم على 3D، ولكن إحنا للتسهيل هنتكلم على 2D فقط في الكورس ده. طيب هنا هنرسم الأكسيس بتاعتي اللي هي المحاور، ده الإكس أكسس هو الأفقي طبعا، الأفقي طبعا بيبقى الإكس أكسس، والرأس بيبقى الواي أكسس. طبعا هنا ده بوزيتيف إكس لو ناحية اليمين، ناحية الشمال بيبقى نيجاتيف إكس، لفوق يبقى بوزيتيف واي، لتحت هيبقى النيجاتيف واي. طيب هنا برضو علشان نقول الاتجاهات صح، طبعا لو كان في اتجاه البوزيتيف أكسس بنقول في بوزيتيف أي، والأي ده بنسميه اليونت فيكتور. طب لو كان في اتجاه الإكس هنبقى نقول في اتجاه النيجاتيف أي، وبنقول أيضا الأي ده اليونت فيكتور. طيب اليونت فيكتور في اتجاه الواي أكسس بيبقى إيه؟ بنسميه الجي. يبقى هنا فوق لو الاتجاه القوة لفوق هيبقى بوزيتيف جي، لو لتحت هيبقى نيجاتيف جي. يبقى الاتجاهات دي اتجاهات مين يا جماعة؟ دي الاتجاهات الايه؟ القوة. طبعا دي الاوريجين بوينت اللي هو نقطة الأصل، قلنا لو كان ناحية اليمين هيبقى نقول القوة في اتجاه البوزيتيف اي، لو كان ناحية الشمال هيبقى في اتجاه النيجاتيف اي، طب لو كان لفوق يبقى في اتجاه البوزيتيف جي، طب لو كان لتحت هيبقى في اتجاه النيجاتيف جي. طب لو انا سألتك بقى القوة اف 2 1 هتبقى في اتجاه ايه؟ جاوب، هتبقى في اتجاه الموجب اي. لو انت جاوبت صح يبقى انت كده فاهم، لو ما فهمتش يبقى محتاج ان انت تراجع الفيديو من الاول. طب لو انا قلت لك الاف 1 يبقى ده الاف 2 1، طب الاف 1 2 اتجاهها فين؟ في اتجاه النيجاتيف جي. وهنا ملحوظة مهمة جدا جدا محتاجين ان انت تعرفها. ليه يبقى انا لو جيت احسب مقدار القوة اف واحد اتنين هتساوي ايه؟ هتساوي الكي مضروبة في الكيو واحد اللي هي الشحنة الاولى، مضروبة في الكيو اتنين اللي هي الشحنة التانية، مقسومة على الديستانس ما بينهم. يعني وصينا انا قلت دي واحد ودي اتنين وبينهم مسافة، وجيت قلت لك احسب لي القوة، احنا قلنا ذا فورس اللي هي اف واحد اتنين. طب قلت لك احسب لي اف اتنين واحد هتساوي ايه؟ هتساوي كي مضروبة في الكيو اتنين مضروبة في الكيو واحد مقسومة على الار سكوير. إذا هنلاحظ إيه؟ لو أنا طبعا عملت ري أرينجمنت للتانية أو للأولى، دي أيضا يعني كيو واحد مضروبة في كيو اتنين هتساوي كيو اتنين مضروبة في كيو واحد. إذا الـ F اتنين واحد مقدارا هتساوي F واحد اتنين، يبقى هتساوي في الماجنتيود. طب لو قلت لك طب في الدايركشن بقى، في الدايركشن لو أنا افترضت إن دي موجب ودي سالب، قلنا إيه اللي هيحصل ما بينهم؟ هيحصل بينهم ايه؟ اتراكشن فورس، يعني اتنين هيجذب واحد ناحيته بالشكل ده كده، وواحد هيجذب اتنين ناحيته بالشكل ده. طب لو قلت لك السهم اللي ناحية اليمين ده بتاع ايه؟ قلنا هنيجي نشوف هو مين اللي هيتحرك، او النقطة عند مين؟ عند اتنين. يبقى انا هاجي اقول اسف النقطة هنا عند كام؟ عند واحد. يبقى هاجي اقول ده اف اتنين واحد. طب لو جيت قلت لك السهم ده بتاع مين؟ هتيجي تشوف النقطة دي عند مين؟ عند الشحنة اتنين. يبقى هي اللي تتكتب الآخر، يبقى أقول اف واحد اتنين. طب ايه ده؟ الدايركشن بتاع اف واحد اتنين في أي اتجاه؟ طبعا احنا قلنا اف واحد اتنين هيبقى ناحية الشمال صح، في الاتجاه ده كده، واحنا عرفنا ان ناحية الشمال ده هيبقى ايه؟ هيبقى نيجاتيف اي. طب و اف اتنين واحد نبص على الشكل هتبقى ايه؟ ناحية اليمين اللي هو ايه؟ احنا اتفقنا من شوية ان هو البوزيتيف اي، تمام. طب ده كلام جميل جدا. ايه ده، هو الاتجاهين في نفس الاتجاه ولا عكس بعض؟ عكس بعض. يبقى لو انا جيت بقى قلت القوة، لما نيجي نكتب القوة بالشكل ده، يبقى انا اقول اف اتنين واحد هيساوي اف واحد اتنين، ده كمقدار لو انا كتبتها كده صح. طب لو انا حطيت بقى علامة المتجه، لو انا سبتها كده تبقى غلط، لازم نحط النيجاتيف. ليه؟ لان انا هنا قلت الدايركشن بتاعهم مذكور عندي. يبقى لو انا قلت اف اتنين واحد عليها علامة المتجه بتساوي كام من اف واحد اتنين عليها علامة المتجه، لازم تحط النيجاتيف ساين. طب لو انا محطتش علامة المتجه زي دي، يبقى الايكويشن كده صح. يبقى هنا الدايركشن مهم جدا جدا لازم تفهمه، البوينت اوف اكشن مهم جدا جدا، اول حاجة كان الماجنتيود،